السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تانية ثانوي، النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض exercise on chapter 2 from the question of the previous year exams. يلا نبدأ. بسم الله. Choose the correct answer. Number 1. What is the consequence of presence of cambium in monocotyledon plant stem؟ إيه النتيجة بتاعة وجود الكامبيوم في الستيم؟ طبعا إحنا عارفين إن الكامبيوم ده بيتكون من ميريستيماتيك سيل. الميريستيماتيك سيل دي ديفايد، ولما هي بتتقسم بتدي ايه؟ بتدي حاجتين، secondary phloem outside و secondary xylem inside. يعني بنقول عليه secondary phloem للخارج و secondary xylem للداخل. فبيقول لي الكلام ده decrease of stem support، ده بيقلل من السبورت بتاع الستيم. لا طبعا increase. ليه؟ لان الزيلم بيبقى فيه deposition من اللجنين، فزيادة الزيلم دي هتزود السبورت. بقول لي هنا increasing of transporting rate، ايوه طبعا هيزود transporting rate لانه هو زود الزيلم اللي بينقل الووتر والسولتس، وكمان زود الفلويم اللي بينقل الفود. تمام كده شباب؟ طيب مش increasing the length of phloem او deletion of primary xylem، لا هو بيزود rate of transportation. تمام؟ عندنا question 2 بيقول لي the first valve، اول صمام that receive the nicotine from the lungs. يعني لو في شخص مدخن النيكوتين هيوصل لللنج طبعا، وبعد كده المفروض انه هيروح للهارت. طيب في الهارت اول فالف هيعدي عليه النيكوتين ده هيكون انهي فالف؟ نقول مع بعض. احنا عندنا هنا اللنج دي خارج منها ايه؟ بالمونري فينز، فور تو لنجز طالع منهم فور بالمونري فينز. البالمونري فينز دي اللي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اكسجينيتد بلاد. تمام. طيب البالمونري فينز دي هتروح لمين؟ هتروح تدخل الهارت من ناحية الليفت اتريوم، يبقى هتدخل على الليفت اتريوم. طب والليفت اتريوم ده في فالف موجود بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل اسمه ايه؟ اسمه باي كاسبايد فالف او مترال فالف. نقول عليه مترال او باي كاسبايد ايه؟ فالف. تمام كده. ومنه ومن الفالف ده هيعدي للليفت فنتريكل. تمام كده. فاول فالف بيعدي عليه النيكوتين هيبقى الميترال فالف اللي هو الباي كاسبايد فالف. تمام كده شباب. نمبر 3 بيقول لي increasing the size of the plant stem، زيادة حجم البلانت ستيم due to the presence of ايه؟ تقريبا السؤال ده كده مكمل لكويستشن 1. احنا اللي بيزود السايز بتاع الستيم الكامبيوم، لان في هنا ميريستيماتيك سيل، بيكون ميريستيماتيك سيل اللي بتتقسم وتدينا سكندري فلويم اوتسايد وسكندري زايلم انسايد. فاللي يزود السايز هنا مش الزايلم تيشو ولا الفلويم، لا الكامبيوم اللي هو بيتقسم ويدي سكندري زايلم وسكندري ايه؟ فلويم. يبقى نمبر سي. كويستشن 4 هنا بيقول ذا فيجر illustrates ذا باسج اوف بلاد ان بلاد فيسل. ده بلاد فيسل، ايه نوع البلاد فيسل ده؟ فين. طب ايه اللي عرفنا ان هو فين؟ في فالف، في صمام. تمام. بقول لي from A to A. طب الفينز دي عامة carry blood from all body parts to the heart، يبقى أنا هركز في to the heart. تمام. بيقول لي هنا من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل، لا ده البايكس بايد فالف هو اللي بينقل البلاد، الدم من خلاله بيمر يعني عشان يعدي من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل. من الليفر لسمول انتستين احنا قلنا لازم في الاخر يبقى معايا هارت. من البرين للهارت، ايوه، لان الفين بينقل الدي اوكسجينيتد بلاد من البادي بارتس تو ذا هارت. تمام. مش من الهارت تو كيدني، لا احنا عايزين تو ذا هارت، احنا عايزين دي. تمام يا شباب. نكمل. عندنا هنا كويستشن 5 بيقول لي which graph represent the relation between the ascent of sap، العلاقة ما بين صعود العصارة في البلان and increasing humidity. اولا كلمة humidity يعني رطوبة، يعني في مية كتير، كل ما بيزيد الووتر كل ما يزيد الاسنت اوف ايه؟ ساب، صعود الايه؟ العصارة. يبقى هناخد ان هي direct relation by increasing the amount of humidity، كمية الرطوبة اللي هي في ووتر كتير، ده طبعا هيساهم في زيادة الاسنت اوف ساب ان بلانت، اللي هي الانسر نمبر بي. Question 6 بيقول لي if the atrioventricular node stop one second only، لو توقفت بس الاتريوventricular node ثانية واحدة ايه اللي هيحصل؟ الرول بتاعها هيتوقف.
طب ايه الرول بتاعها؟ نبص كده في الشكل ده، احنا عندنا هنا دي الاتريو فينتريكل نود، بتوصل لها الامبلس من الساينو اتريال نود. طب بعد ما بتوصل لها الامبلس، قال لي the impulse will spread rapidly from the atrio ventricular node through special fiber اسمها his fibers، تمام كده؟ then spread from the interventricular septum to the wall of both ventricles، للجدار بتاع two ventricles، where it stimulates their muscle to contract. يعني من الاخر هي بتعمل contraction للventricles. طب لو الاتريو فينتريكولار نود دي توقفت 1 سكند، برضو الكونتراكشن بتاع الليفت فينتريكل ده هيتوقف الايه ال 1 سكند ده. يبقى هو بيقول لي هنا ذا هارت بيت وود ستوب، نبض القلب هيتوقف تماما؟ لا، هي دي دورها بتعمل كونتراكشن للتو فينتريكلز. فبيقول لي ذا تو فينتريكل وود ستوب ذا كونتراكتنج، ايوه هيتوقف التو فينتريكل في الوقت ده عن الكونتراكشن. مش التو اوريكل، على فكره كلمه اوريكل زي كلمه اتريا، يعني اللي هو رايت اتريوم والليفت اتريوم، ده مصطلح تاني اسمه اوريكلز، تمام؟ The heart beat will decrease one beat، هتقل نبضة، لا احنا بنقول ان هي بتأثر على الكونتراكشن بتاع التو فينتريكلز، فلو هي توقفت 1 سكند مش هيحصل الكونتراكشن في السكند ده للتو فينتريكلز، تمام؟ نمبر 7 بيقول لي هنا in a plant stem the function of the cortex is mainly to support the stem only. هي فعلا بتعمل سبورت للستيم بس مش اونلي، هي طبعا فيها بارينكيما سيل، والبارينكيما فيها انتر سيلولار سبيسز للاريشن، فيها كولانكيما، والكولانكيما دي فيها ديبوزيشن من سليلوز بيعمل سبورت، فيها لو فيها كلوروبلاست بتقوم بعمليه الفوتوسينثيز، فيها كمان ستارش شيس بيعمل ستورج للستارش جرانيولز، فمش اونلي. طب نشوف بقى، يبقى هي الستيتمنت انكوركت، هنا انكوركت انكوركت انكوركت، يبقى نمبر بي كده خلاص مش معانا، هي انكوركت. بيقول لي ذا ستيتمنت از انكوركت بيكوز ذا ستيم كورتكس اولسو كان تيك بارت ان، بتساهم ان فوتوسينثيس. ايوه طبعا قلنا لو الكولانكيما فيها كلوروبلاست بتساهم في الايه في الفوتوسينثيس. طب ليه ما ينفعش نختار نمبر سي؟ بيقول لي ذا ستيتمنت از انكوركت بيكوز ذا فانكشن اوف ذا ستيم كورتكس از بروتكتنج بلانت فروم اكسترنال كونديشن اونلي، ان هو يحميه من العوامل الخارجيه فقط. غلط، مش الوظائف اللي احنا قلناها، تمام؟ ذا ستيتمنت از انكوركت بيكوز ذا فانكشن اوف ستيم كورتكس از ستورينج ستارش اونلي، هو ستورينج ستارش صح بس مش اونلي، تمام؟ نمبر 8 معانا هنا بيقول which of the following can help blood capillaries to carry out their function، ايه اللي يساعد البلاد كابيلاريز الشعيرات الدمويه انها تقوم بالوظيفه بتاعتها؟ having three layers that facilitate the exchange of small molecules. لا، هي ما عندهاش اساسا 3 layers، هي عندها 1 epithelial layer بس، تمام؟ وده اللي بيسهل تبادل المواد. having valves، لا هي ما عندهاش valves، اللي عنده valves ده الفينز، هي اللي بيبقى فيها valves. having sequel، لا هي ما عندهاش sequel، هي عندها very thin wall، يعني thin، ونقول كمان very thin wall عشان facilitate the exchange of large molecules. طب having small pores، عندها small pores يعني زي ثقوب صغيرة كده، that facilitates the exchange of substance between blood and cells of tissue، أيوة يبقى الانسر معانا number D. نكمل. عندنا هنا question 9 بيقولي the thickness of thickness بتاع A wall help the exchange of oxygen between the blood، ما بين الدم and nerve cell. يعني إيه؟ وصول الاكسجين للنيرف سيل ده هيبقى عن طريق ايه؟ طبعا ان الاكسجين ده بيمشي في ارتري، والارتري بيتفرع لتفرعات البرانشز بتاعه الارتري اللي هي ارتريولوز اللي بتنتهي بمين؟ بالبلاد كابيلاريز. يبقى هي بتبتدي بالارتري بس عشان توصل للنيرف سيل يبقى هيتم وصول الاكسجين عن طريق بلاد كابيلاريز، تمام؟ طيب نمبر 10 بيقول لي there is no relation between blood pressure and، مفيش علاقة بين ضغط الدم وايه، the level of glucose in blood اللي هو معدل سكر الجلوكوز في البلد. ده مفيش علاقة طبعا. طيب نشوف الباقي، في علاقة ما بين blood pressure والtype of blood vessel سواء artery او vein. احنا عندنا highest blood pressure اعلى ضغط دم بيبقى موجود في الارتري، وفي الفين، الفين والبلد كابيلاريز بيبقى blood pressure low. طب the age، عارفين ان هو increase by aging الضغط اللي هو blood pressure increase by aging،
the distance between the heart and the organ. ايوه طبعا، لان احنا عندنا maximum pressure بيبقى عند الارتريز وهي خارجه من الهارت، وبعد كده بيبتدي decrease. يبقى كل الفاكتورز دي بتاثر ما عدا level of glucose in blood. نكمل عندنا هنا نمبر 11 بيقول لي how are companion cells. companion cells دي اللي هي الخلايا المرافقه اللي بتبقى موجوده adjacent to sieve tubes in phloem adapt for their role of active transporting substance in and out of sieve tube members. هي بتتلائم مع الوظيفه دي ازاي؟ مش احنا قلنا ان الكامبانيان سيل دي ليفنج سيل وكونتين نيوكليوس وكونتين ريبوسوم وميتوكوندريا، وقلنا اهم حاجه ان فيها لارج نمبر اوف ميتوكوندريا علشان ان هي بتقوم بعمليه السيلولار ريسبيريشن وتنتج الانرجي اللي هي نيدد باي فلويم، لان احنا قلنا عمليه الترانسبورت النقل في الفلويم دي اكتف بروسيس نيد انرجي ان ذا فورم اوف اي تي بي بتاخده من الكامبانيان سيل. يبقى اول حاجه بيقول لي زي كونتين ميني ميتوكوندريا ذات بروفايد انرجي فيا سيلولار ريسبيريشن. ايوه طبعا اكيد الباقي غلط، بيقول لي كونتين ميني ميتوكوندريا اللي بروفايد انرجي فيا فوتوسينثيز، لا من خلال السيلولار ريسبيريشن. كونتين لارج فاكيول، مالوش علاقه الفاكيول دي للاستورج التخزين واحنا محتاجين انرجي. كونتين ميني نيوكلياي، لا برضو احنا هي عندها نيوكلياس واحده تمام كده. question 12 بيقول لي هنا what is the letter of the blood vessel that is shown in the figure and it is represented by this graph. الجراف بيقول لي ان البلاد فيسل الوعاء الدموي ده كان فيه highest percentage of carbon dioxide، فيه كمية كبيرة قوي من الكربون دايوكسيد، بس حصل حاجة بدأ الكونسنتريشن ده يقل يقل يقل. يبقى ده احنا عارفين ان امتى الكونسنتريشن بتاع الكربون دايوكسيد decrease في اللنج، لان في اللنج بيحصل exchange of gases، تبادل غازات exchange of gases تمام، او gases exchange. فانا هدور بقى على الارتري اللي اسمه بالمونري ارتري اللي خارج من الرايت فنتريكل ورايح لللانج، يبقى نمبر بي ده اسمه ايه يا ولاد؟ اسمه بالمونري ارتري، هو اللي كان فيه كميه كبيره قوي من الكربون دايوكسيد، وبعد كده لما راح اللانج حصل اكستشينج اوف جازس وبدا ياخد الاكسجين عشان يخرج من اللانج على هيئه بالمونري فين كاري اوكسجينيتد بلاد، يروح بيه على الليفت ايه؟ ليفت اتريوم تمام. يبقى هنا البلاد فيسل اللي احنا عايزينه اللي هو نمبر بي تمام كده شباب. نكمل نمبر 13 بيقول لي هنا ايه، نشوف كده مع بعض. بيقول لي the opposite figure represent the direction of blood through blood capillaries where are these blood capillaries found. طب نركز، خلي بالك ان انت دايما متعود ان هو بيجيب لك الارتري باللون الريد على اساس ان فيه اوكسجينيتد بلاد، لا هو جايب لك الارتري باللون البلو وفي دي اوكسجينيتد بلاد. مين بقى الارتري؟ احنا قلنا all arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery، يبقى الارتري ده اسمه pulmonary artery اللي هو داخل على اللنج، دخل بدي اوكسجينيتد بلاد وهنا حصل gases exchange تبادل غازات، وبعدين بدأ يطلع لي هنا في البلموناري فين، ده البلموناري فين تمام oxygenated blood. فهنا لما يقول لي where are these blood capillaries found، احنا قلنا ان طبعا ده بلموناري artery بلموناري veins، يبقى الكلام ده حصل فين؟ في اللانجز تمام، يبقى in the two lungs. number 14 بيقول لي on staining، كلمة staining يعني صبغ، عند صبغ لما نصبغ صبغة يعني يا شباب. transverse section قطاع عرضي of a dicot plant stem with iodine solution. بيفكرنا بإيه الأيودين؟ مش إحنا قلنا إن الأيودين ده detect خدناها من سنة أولى the presence of starch، بيكشف عن وجود مين؟ النشا. إزاي؟ نقول مع بعض. الأيودين solution ده أساسا لونه أورانج، ولما بيتحط على عينة فيها starch تمام بيحول الأورانج ده للون البلو أو dark blue تمام كده. يبقى ده الفكرة في السؤال، بقولي which of the following appears with dark blue color. لازم مكان يكون فيه starch بقى، ازاي لما vessel ما فيهوش starch؟ ده بينقل water salts، الكامبانيان سيل بتاعة الفلويم ده دي اللي بتدي الانرجي للسيفي تيوب عشان تنقل الفود. الكامبيوم اخدناه كذا مرة وقلنا ان هو بيتكون من الريستماتيك سيلز اللي بتتقسم وتدي secondary فلويم وسكندري زايلم.
the inner row, the innermost row of cells in cortex. ايوه اخر صف في القشره اسمه starch sheath. اسمه ايه؟ starch sheath، غلاف نشوي، اللي هو وظيفته keep and ايه preserve او storage of starch granule. فهو ده المكان اللي هيبقى فيه starch، ويقدر ايه الايودين يكشف عن وجود الستارش ويتحول لونه الى دارك بلو. طيب question 15 بيقول لي هنا what are the two valves، ايه الصمامين which allow blood to pass nearly at the same time. طب يلا نتفق مع بعض، at the same time يا اما الاثنين اللي يكونوا التراي مثلا والباي كسبايد فالف، لان هما بيشتغلوا مع بعض open together and close together، يا اما اللي هما بقى السيميلانر فالفز اللي هي الايه البالمونري والاورتيك فالفز. البالمونري والاورتيك فالف، لازم الاثنين دول، يا اما الاثنين دول مع بعض يا اما الاثنين دول مع بعض. ان احنا عارفين التراي والباي اوبن توجذر وكلوز توجذر، والبالمونري والاورتيك اوبن توجذر اند كلوز ايه توجذر. وعارفين كمان ان حركه كل اثنين من الفالفز دول عكس بعض، يعني لو التراي والباي اوبن يبقى البالمونري والاورتيك كلوز والعكس، تمام. فانا هدور بقى، بيقول لي ميترال وبالمونري واحد مع واحد كده غلط. بالمونري فالف واورتيك، ايوه البالمونري والاورتيك تمام، ما ينفعش سي، بيقول لي ميترال مع اورتيك ما ينفعش، وانا بقول لي تراي مع اورتيك ما ينفعش، يبقى هي فعلا انسر معانا نمبر بي. طيب كويستشن 16 بيقول لي which of the heart chamber is responsible for receiving the lymph. طب احنا عارفين ان الليمف ده بيدخل للهارت عن طريق مين؟ السوبيريور، سوبيريور فينا كافا. طالما بيدخل عن طريق السوبيريور فينا كافا، هو السوبيريور فينا كافا ده بيصب فين؟ في الرايت اتريوم، موجوده معانا في الرايت اتريوم، تمام. معانا كويستشن 17 بيقول لي هنا امبلانتس وات از ذا مين بروسيس، ايه العمليه الرئيسيه ذات روت هير سيلز يوز تو تيك ان عشان تعمل ابزورب للووتر. نخلي بالنا من ووتر فروم ذا سويل، اكيد الاسموزس، هي بتمتص الووتر من السويل عن طريق الاسموزس. طيب question 18 بيقول لي which what is the blood vessel that contains the highest percentage of fats، اعلى كمية من الفاتس after digestion and absorption process، يعني بعد ما تحصل عملية الهضم والامتصاص كمان. طب ما احنا عارفين ان الفاتس دي بتمشي في الليمفاتيك روت، الليمفاتيك روت ده اللي بيكون في اخر، طبعا الليمفاتيك روت عارفين بيبدا من مين؟ من اللاكتل انسايد فيلاي، وبعد كده بيروح للليمفاتيك سيستم، ومنه بيروح للسوبيريور فينا كافا اهو معانا في الانسر نمبر A، ومنه للهارت تحديدا في الرايت اتريوم. طب نفتكر الكلام ده مع بعض، شوف كده يا شباب عشان نفتكر. ادي الجليسرول فاتي اسيد والفيتامين كي اي دي اي والديسولفد فيتامين الليبيد، كل ده بيمشي في اللاكتيل فيسل اللي يوديه للليمفاتيك سيستم، سوبيريور فينا كافا، وبعدين الهارت، تمام كده. طب نكمل، يبقى ده هيتم ايه وصوله للهارت عن طريق مين؟ السوبيريور فينا كافا. نكمل عندنا question 19 بيقولي which of the following tissues has the ability to divide mitotically، مين اللي قدر ان هو ينقسم mitotically in the plant، الزيلم ولا الفلويم؟ طبعا تعرفين ان الزيلم الفيسلز والتراكيد دي نون ليفينج اساسا ما بتتقسمش، والسيفي تيوب اللي في الفلويم ما بتتقسمش، والبلاسيد تيشو ده اللي بيحتوي على كلوروبلاست عشان فوتوسينسز، اللي دور ان هو ينقسم هو الكامبيوم، اخدناه كذا مره يا شباب وقلنا ان هو بيتكون من ميريستماتيك سيل divide mitotically to give externally secondary phloem و internally secondary xylem. طيب نشوف question 20 بيقول لي after performing a muscular effort، بعد بذل مجهود عنيف، which of the following blood vessel carries the lowest concentration of CO2. معنى lowest concentration of CO2 يعني في highest concentration of O2 للأكسجين، يعني هدور على مكان فيه oxygenated blood. الهيباتيك فين ده دي اوكسجينيتد، البالمونري ارتري دي اوكسجينيتد، طب البالمونري فين هو ده اللي اوكسجينيتد بلاد، طب الانفيريور فينا كافا دي اوكسجينيتد بلاد. عرفنا بقى اخترنا بالمونري فين ليه، تمام. question 21 بيقول لي هنا increasing deposition of lignin
زيادة الترسيب بتاع اللينجن on xylem vessel affect water transport by capillarity which of the following represents that. كل ما يزيد الديبوزيشن باللينجن يا ولاد كل ما يخلي الكافيتي بتاع الزايلم فيسل نارو، وكل ما الكافيتي بتاع الزايلم فيسل يكون نارو كل ما يكون الزايلم فيسل ده كابيلاري تيوب ويقدر يرفع الووتر لمسافه اكتر. تمام، واحنا قلنا ذا فاينست كابيلاري تيوب في بالنسبه للزايلم فيسل تقدر ترفع الووتر بس لحد اي 150 سنتيمتر، يعني تقريبا متر ونص. تمام، فهتبقى الانسر معانا نمبر بي دايركت ريليشن. طب عندنا الاستي كويشن بيقول لي انسر ذا فولوينج نمبر 22، بيقول لي ذا شيب اوف ار بي سيز ادابت ويز ذا فانكشن، شكل الريد بلاد سيلز بيتلائم مع الفانكشن بتاعها. اكسبلين. اولا بالنسبه للشيب بتاعتها بتكون باي كونكيف، باي كونكيف بالعربي يعني مقعره الوجهين. طب ليه؟ طبعا ده تو انكريز سيرفيس اريا، عشان تزود السيرفيس اريا ديفيوجن لعمليه الامتصاص بتاعت او الانتشار لمين؟ للاكسجين، لان دور الريد بلاد سيل طبعا ان هي عندها هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده بايند مع مين؟ مع الاكسجين. يبقى هي باي كونكيف تو انكريز سيرفيس اريا فور ايه ديفيوجن لعمليه الانتشار بتاعت مين؟ بتاعت غاز ديفيوجن بتاعت غاز مين؟ الاكسجين اوف او2. طيب ايه كمان؟ اقول له كده كونتين بتحتوي كونتين هيموجلوبين ذات بايند ويز اوكسجين، طبعا وهي راحه للسيلز بايند ويز اوكسجين وهي راحه للسيلز. طب هو جاي من السيلز بيبقى بايند مع الكربون ايه دايوكسيد، يبقى هو بيسالني عن الشيب بتاعها، فبقول له ان الشيب بتاعها باي كونكيف عشان يزود السيرفيس اريا. غير كده كمان الممبرين بتاعها بيبقى سيل ممبرين، بقول له كده زي هاف عندهم زي هاف ثين ممبرين. تمام كده تو فاسيليتيت عشان تسهل ذا ديفيوجن اوف جازز ثرو ات، ذا ديفيوجن اوف جازز اللي هو الاو 2 والسي او 2 تمام through it. تمام كده شباب حرف اتش. طيب 23 بيقول لي give two reasons blood non clotting inside blood vessels. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 3 reasons. اول حاجه ان blood flow normally without slowing down، يعني الدم بيمشي بالمعدل الطبيعي، وكمان البلاد بليتلتس برضو بتمر وزاوت ايه سلولي او بنقول على سلايد نورمالي بتنزلق بصوره طبيعيه وزاوت بينج بروكن بدون ما تتكسر، غير ان في سكريشن للهيبارين سبستانس فروم ليفر ويتش ايه بريفنت ذا كونفرشن اوف ايه بروثرومبين انتو ثرومبين. فاحنا نقول بقى اي سببين، يعني مثلا اقول له كده اول سبب ديو تو ايه ديو تو سكريشن بسبب افراز اوف هيبارين تمام فروم ليفر which prevent the conversion اللي بتمنع تحويل اوف بروثرومبين into ثرومبين. طب هي بالعمليه دي كده بتمنع ايه؟ هي كده بتمنع البلاد كلوتينج. تمام، طب الحاجه الثانيه اقول له ان البلاد بليتليتس ادي 1 كده و 2 البلاد بليتليتس مالها؟ البلاد بليتليتس اقول له كده سلايد ايزلي او سموثلي ها سموثلي وزاوت بروك وزاوت بينج ايه بروكن بدون ما تتكسر، طالما هي ما اتفتتتش فمش هيحصل بلاد كلوتنج. والسبب الثالث ان البلاد بيمر فلو النورمال ايه فاشل. تمام، طب نكمل عندنا 24 بيقول لي study the opposite diagram then answer number A determine the number of blood vessels حدد رقم البلاد فيسل
which is responsible for transferring highest level of amino acid. طيب نشوف كده، ده الليفر دخله هنا فيسل وادي التاني وخارج منه واحد. طبعا المعلومة اللي عندي ان ده small intestine، يبقى البلاد فيسل نمبر 2 ده عبارة عن هيباتيك بورتال فين، الوريد البابي الكبدي. طب البلاد فيسل التاني اللي داخل الليفر ده الهيباتيك ارتري، ده الوريد ده الشريان الكبدي، هيباتيك ارتري الشريان الكبدي اللي جاي بقى بالاكسجينيتد بلاد للليفر. طب مين اللي بيخرج منهم بلاد فيسل نمبر 3؟ ده الهيباتيك فين، هيباتيك فين. تمام، هو عايز اكتر واحد بيبقى فيه امينو اسيد طبعا الهيباتيك بورتال فين، فهقول له اعلى واحد هنا هيبقى نمبر ايه اللي فيه امينو اسيد، هيبقى نمبر 2 اللي هو مين اهو، اشاور كده ان هو هيباتيك بورتال ايه فين. طب ليه اخدناها طبعا في الهيباتيك بورتال سيركيوليشن، ان بيبقى الهيباتيك بورتال فين ده فيه اعلى نسبه من الجلوكوز والامينو ايه اسيد، لسه خارج من السمول انتستين بعد عمليه الابزوربشن. تمام، ديترماين ذا نمبر اوف بلاد فيسل which is responsible for transferring vitamin K to the liver. لازم بقى نرجع، هو فيتامين K ده كان بيمشي في انهي روت؟ كان بيمشي في الليمفاتيك روت مع الفاتي اسيد والجليسرول وفيتامين اللي بتدوب في الفات زي ال KDEA. تمام، طيب هيوصل للهارت عن طريق مين؟ هيوصل للهارت عن طريق السوبيريور فينا كافا. طب نشوف مع بعض الشكل عشان تبقوا متابعين معايا كده اهو. لسه شايفين حالا من شوية الليمفاتيك روت، وعارفين ان نهاية الليمفاتيك روت بيصب هنا عندنا في السوبيريور فينا كافا اهو، ده سوبيريور فينا كافا، وبعدين هيخش البلد هنا على الرايت ايه اتريوم، يعدي ترايكاس بايت فار رايت فنتريكل، يروح للبلمونري ارتري، فرع فرعين يخش اللنج، يحصل اكسيتشينج اوف جاز يتحول لاكسجينيتد بلاد، يدخل الليفت اتريوم عن طريق مين؟ يدخل الليفت اتريوم عن طريق البلمونري فين. هنا اكسجينيتد بلاد هيعدي من البايكاس بايت فال ويروح للليفت فنتريكل، الليفت فنتريكل كونتراكت، البلاد يعدي هنا في في الاورتيك اللي هو الاورطه. تمام، وبعد ما يعدي في الاورطه، طبعا انتوا عارفين ان الاورطه بتتفرع فروع فوق وفروع تانيه تحت عشان تغذي اجزاء الجسم اللي تحت، فمن خلال الفروع اللي تحت دي يا شباب هيروح لمين؟ هيروح للليفر. تمام، يبقى هتدخل لها عن طريق مين؟ فرع من الاورطه، فرع الاورطه ده هو الهيباتيك ارتري. تمام كده، يبقى نرجع تاني للرسم بتاعنا، ادي فرع الاورطه اللي جاي من الاورطه بالاكسجينيتد بلاد اهو، هو مين؟ هو الهيباتيك ارتري. فبيقول لي مين البلاد فيسل النمبر بتاعه، هو بيسال عن نمبر، النمبر نمبر 1 والاسم اسمه هيباتيك ارتري. تمام كده شباب، طب نكمل. بيقول لي هنا trace the path of blood cell from small intestine to lungs لحد ما تروح لللانجس using the following data، نفس الطريق اللي احنا كنا قلنا عليه من شويه يا شباب. هنبتدي احنا عندنا هنا السمول انتستين بتسلم لمين؟ للهيباتيك بورتال فين. يبقى ابتدي الاول هيباتيك بورتال فين، ومنه لمين؟ للليفر، بس هو مش كاتبه معانا فهنتخطى الليفر. مين اللي مين بقى اللي بيخرج من الليفر؟ اسمه هيباتيك فين. يبقى احنا خدنا هيباتيك بورتال فين، هناخد دلوقتي مين؟ هيباتيك فين، هيباتيك فين. طب الهيباتيك فين ده بيروح يصب فين؟ قلنا بيصب في الانفيريور فينا كافا، يبقى هنشطب على الانفيريور فينا كافا، اقول كده رايح للانفيريور فينا كافا. طب ومنه هيروح لمين؟ انفيريور فينا كافا هيروح يصب في الرايت اتريوم، جاب لنا رايت اتريوم، ادي رايت فنتريكل رايت اتريوم، في رايت اتريوم، رايت اتريوم يعدي الترايكس بايت فالف ويروح للرايت فنتريكل، وبعد كده اهو عندنا بقى ده خلاص، وكمان ده اخر حاجه بقى هيروح لمين؟ هيروح ل من الرايت فنتريكل هيطلع في البلمونري ارتري وبعدين يروح لللانج، يبقى بلمونري ارتري وبعد كده البلمونري ارتري هيروح لمين؟ لللانج. تمام كده شباب، عرفنا المسار بتاعنا. شوف 26 بيقول لي ليفر از كونسيدرد از دبل ايج ويبون
سلاح ذو حدين in each of blood liquidity في سيولة الدم وال blood clotting لتجلط الدم. How far is this statement correct with explanation؟ طبعا هي correct يا شباب. ليه؟ نقول مع بعض، احنا لسه قايلين حالا اهو، لسه كاتبينها من شوية، الهيبارين موجودة في question اهو، بسبب افراز الهيبارين من الليفر اللي بيمنع تحويل البروثرومبين لثرومبين، فكده بيمنع تجلط الدم. طب والحاجة التانية ان هو اساسا بيفرز مين؟ البروثرومبين، تمام، اللي بيساهم في البلاد كلوتين. فنكتب الكلام ده مع بعض، بقول له كده اول حاجة ان الليفر سكريت بيفرز هيبارين which prevent the conversion of prothrombin into thrombin. تمام كده يا شباب؟ يعني كده بين قوسين اقوله ده prevent كده blood clotting، prevent blood لوتي. تمام. الحاجة التانية قولوا نمبر 2 ليفر سكريت بيفرز ايه؟ بروثرومبين اللي هي with the help of vitamin K. ثرومبين طبعا with the help of vitamin كي. تمام، مساعدة فيتامين كي. طب البروثرومبين ده ماله؟ أساسا هو inactive enzyme، هو inactive enzyme. طب وبعدين بيتحول بعد كده بالثرومبوبلاستين لأكتيف enzyme اسمه مين؟ اسمه الثرومبين. يبقى هيتحول لأكتيف enzyme. طب والثرومبين ده قال لي ده هو اللي بيساهم في تحويل الفيبرينوجين إلى فيبرين، يعني أهو أقول له الثرومبين ده بيعمل ايه؟ تشينج، بيحول اهو الفيبرينوجين، فيبرينوجين اللي هو بيبقى ايه؟ سولوبل بروتين، اللي اساسا ده سولوبل بروتين ان بلازما، يحوله الى ايه؟ تشينج فيبرينوجين انتو فيبرين، انتو فيبرين. الفيبرين ده ماله يا شباب؟ الفيبرين ده اللي هو ان سولوبل بروتين، ان سولوبل بروتين، يعني من الاخر كده هو بيساهم في ايه؟ بيساهم في البلاد كلوتينج، يعني بيساعد في البلاد كلوتينج. طبعا شايفين المكان معانا، انتوا هتنظموها احسن في البيت. تمام كده. طيب بيقول لي هنا نمبر 27 both lymph and blood have an immunization function، وظيفه مناعيه، هما الاثنين عندهم وظيفه مناعيه. اكسبلين. قول له because both of، كل من lymph and blood، اي حد منهم ايه؟ have عندهم white blood cells which defend the body، which defend اللي بتدافع عن الجسم، defend the body against microbes and infection أو infectious diseases. خلاص تمام كده يا شباب، أتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.